صباح النور، صباح الخير. هاش اخباركم؟ كل شي بخير، صحيحتكم لاباس، اموركم على خير. نتمنى تكونوا كلكم مزيانين وسانك سانك. اليوم غادي نصاوب واحد الكغاتان كيجي رائع البنات، واقتصادي هكايا الوجبه ديال العشاء، ولا نديرو في الغداء مع شويه ديال الحوت ولا اللي قسم الله. بسم الله على بركه الله، عندنا البطاطا على حسب عدد افراد الاسره ديالكم. عندي ملحه بزار، شويه ديال الكوزه، ثومه، الحبات ديال الجبن المثلث، وتقدو ديروا حتى المربع، شويه ديال المعدنوس، الزبده، وواحد الضامه ديال البنه، والحليب على حساب البطاطا اللي عندكم البنات. من بعد البنات كنديروا الزبده حتى كتذوب، كنزيدوا عليها داك جوج دريسات ديال الثومه على حساب قلت لكم البطاطا اللي عندكم. انا هو العبار اللي عندي. نشحروها غير شويه في ديك الزبده، ما تحرقش لينا، والبوطه منقوصه. صافي البنات، كنزيدوا البطاطا، درنا المهم الزبده، درنا الثومه، كنشحروهم شي شويه، كنزيدوا البطاطا ديالنا. وكنزيدوا هاد التوابل البنات، شويه ديال الكوزه والملحه غير شويه البنات، وشويه ديال البزار. لحقاش الملحه غادي نديروا ضامه ديال البنه، بغيتوا ديروا غير المي ولا بقري ولا دجاج اللي بغيتوا. انا درت هنايا غير المي، كنزيدوهم. هذه وجبه غير خفيفه البنات، شي مرات كنوحدو في العشاء، ولا والوليدات كيبغيو بحال هذا النوع هادو ديال لي غراتان. صافي كنديروا ضامه ديال البنه، والملحه ديروها ناقصه البنات باش ما يجيكمش مالح. وعاد كاينين ثلاثه ديال دوك الحبات ديال الجبن. صافي البنات، دابا غادي نديروا الحليب. الحليب قلت لكم على حساب البطاطا اللي عندكم. انا هنايا هاد الخو كيهز السيترون، نشوف الا ما قدنيش نزيد. باركا غادي تسلق فيه السيترون. عندي 4 ديال حبات البطاطا كبارين البنات، هما اللي درت. صافي غادي نخليو هاد البطاطا حتى تسلق هنايا في الطنجره. صافو ونرجع معاكم. صافي البنات، كنزيدو دابا البطاطا. صافي راه هي طابت، كنزيدو هاد الحبات ديال الجبن، وواحد شويه ديال المعدنوس. صافي البنات، من بعد ما درنا داك شويه ديال المعدنوس ودوك الحبات ديال الجبن، كنبقاو نحركو. واخا يتهرسو معاكم دوك لي غونديل ديال البطاطا، ماشي مشكله، حقاش مازال غادي يدخل الفران. صافي البنات، كنديرو في المول ديالنا من بعد ما دهناه بشويه ديال الزبده. وكتزيدو هذه غير اختياريه الا بغيتوها، واحد شويه ديال الزعتر محكوك. ومن بعد غادي نزيدو عليه الجبن، الجبن اللي بغيتو، شيدار ولا موتزاريلا، فرماج حمر اللي بغيتو البنات. وغادي ندخلوه للفران. هذا هو الشكل النهائي البنات ديالو، من بعد ما خرجناه من الفران درنا عليه الجبن المحكوك. اي نوع من الجبن المحكوك اللي عندكم كديروه من الفوق وكتدخلوه. صافي غير كيتغاتينا شي شويه في الفران وكنخرجوه. نتمنى يعجبكم ان شاء الله ويروقكم، بدون بشاميل ولا لحوم، يعني غراتان اقتصادي وسهل، ما فيش شي حاجه اللي هي زعما اللي هي غاليه ولا مزيان. الكوتي انا البنيات ديالي كيعجبوهم هاد الانواع ديال لي غراتان، بالاخص ملي كتكون فيهم البطاطا. نتمنى يعجبكم وتجربوه لوليداتكم حتى نتوما، علاش لا. ولا عجبكم الفيديو من طبيعه الحال ما تنسونيش بلي اللايك والتعاليق ديالكم الجميله. خليت لكم الراحه للفيديو الماجي ان شاء الله، والاقتراح الماجي ان شاء الله. سلام عليكم.